الارينجمنت او رص البلوكات في براده وان واي. والوان واي برضه نفس السوليد سلاب؟ لا كارت الحساب؟ لا لا لسه هنتكلم في الكلام ده بعدين. لا لازم لما نيجي نرسم اللوحه يبقى انا عارف عندي كام صف بلوكات وعندي كام عصب. مثلا بعرف انا عندي كام صف بلوكات وكام ايه؟ وكام عصب. والجزء اللي هو ما بين اخر بلوك وما بين وش الكاميرا من ناحيه العصب وفي الاتجاه العمودي على العصب ده اسمه سوليد بارت. لازم ابقى عارف برضه السوليد بارت ده ابعاده قد ايه. خلاص؟ طيب. لو احنا مثلا شغالين على بلوكات 40 في 20 في 20 او 40 واعصاب 10 خلاص؟ المسافه دي اللي هي ال ال سي 1 وال ال سي 2 ال سي دي اللي هي الكبير اللي فيه ايه؟ المسافه النظيفه اللي فيها الايه؟ اللي فيها البلوكات. فالبلوك في الاتجاه دوت 40 في الاتجاه دوت كام؟ 20 صح؟ يبقى المسافه دي بتساوي ايه؟ بتساوي عدد البلوكات 20. المسافه اللي هرص فيها البلوكات في الاتجاه الموازي للعصب هتساوي ايه؟ عدد البلوكات في كام؟ في 20. طيب هو انا بيبقى عندي المسافه دي يعني انا اللي بقولها ها وبناء عليه بحدد ابعاد البلاطه ولا بيبقى عندي ابعاد البلاطه وبناء عليه بحدد انا عندي كام بلوك؟ الاول يبقى عندي ابعاد البلاطه وبعدين بحدد انا ايه؟ عندي كام بلوك؟ فانت هديلك ابعاد البلاطه من وش الكاميرا لوش الكاميرا. هتيجي شايل منها السوليد بارت اللي فوق واللي تحت والمسافه اللي تتفضل تقسمها على كام؟ 20. على 20 تدي لك عدد البلوكات. طب افرض قسمتها على 20 ادتني ما ادتنيش عدد صحيح ادتني عدد وادتني كسر. يعني قسمتها على 20 ادتني مثلا 6.2 هعمل ايه في ال 2 من 10 دي؟ ال 2 من 10 دي هروح مزودها على السوليد بارت الناحيه دي والناحيه دي. بمعنى خلينا مثلا نتكلم بالارقام ان احنا لو عندنا المسافه من هنا لهنا 8 متر خلاص؟ وانا خدت سوليد بارت 15 سم في الناحيه دي و15 سم في الناحيه اللي فوق يبقى اتفضل لي كام؟ 7 كام؟ 7 60 7 كام؟ 77 من 8 متر يبقى 77 77 على 2 من 10 اقسم كده تطلع بكام؟ تمانية وتلاتين ونص. ينفع احط نص بلوك؟ هو ينفع بس مش هحط نص بلوك هعتبرهم ان هما 38 وازود الفرق ده اهو. النص ده هو عباره عن ايه؟ نص بلوك عرضه 20 يبقى قد ايه؟ يبقى 10. يبقى هخلي السوليد بارت بدل ما هي 15 و15 هخليها 20 و20 واحسب تاني في ال 8 متر اشيل منهم 20 و20 يتفضل كام؟ 67 على 2 من 10 ديك 38 بلوك بالظبط. وصلت؟ بنعملها ازاي؟ طيب ده في الاتجاه الموازي للاعصاب. في الاتجاه العمودي على الاعصاب في الاتجاه اللي هو هنا ده عمودي على الاعصاب انا بقى مش عندي بلوك وبس. انا عندي بلوك وعندي عصب. العصب ده 10 والبلوك 40 والعصب 10 والبلوك 40 والعصب 10 وهكذا. فالبلوك والعصب مجموعهم كام؟ 50. 50 لو انا واخد البلوك 40 والعصب 10 او اكتر من كده لو انا واخد مثلا البلوك 40 والعصب 12 ممكن او 15 صح؟ فلازم ابقى عامل حسابي العصب قد ايه والبلوك قد ايه ابقى عارف واقسم الطول بقى ده هو كله. اقسم الطول ده كله على كام؟ 50 على عدد الاعصاب ناقص واحد. عدد الاعصاب والبلوكات ناقص واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي لو انا عندي دول 10 بلوكات هيبقى في ما بينهم 9 اعصاب. دايما عدد الاعصاب بتساوي عدد البلوكات ناقص ايه؟ ناقص واحد. خلاص؟ فلما اجي احسب التوزيع اللي هنا برضه هشوف الطول كله من اول وش الكاميرا لغايه وش الكاميرا كام؟ هشيل السوليد بارت اللي هو هيبقى خرسانه في الاول وفي الاخر يطلع لي المسافه النظيفه اللي انا هوزع فيها الايه؟ الاعصاب والبلوكات. اجمع العصب والبلوك طلعوا 50 طلعوا 52 يبقى دي الوحده بتاعتي. خلاص؟
اقسم المسافه المضيفه على الوحده بتاعتي يديني عدد الاعصاب والبلوكات. ماشي الكلام؟ طيب تعال بقى في ان احيانا في حاجه اسمها كروس ريب او عصب عرضي. العصب العرضي ده احنا هنشوفه دلوقتي حالا وازاي بيوزعه. قد يكون ما عنديش ولا عصب عرضي ابعاد البلاطه بشروطها مش هحط فيها عصب عرضيه خلاص، وقد يكون ان انا لازم احط على الاقل عصب عرضي واحد، وقد يكون ان انا محتاج احط ثلاث اعصاب. يبقى لما في الوان واي يا اما مش هنحط عصب خالص، مش هنحط عصب عرضي خالص، يا اما هنحط عصب، يا اما هنحط ثلاث ايه؟ ثلاث اعصاب. وهنشوف الكلام ده دلوقتي، هنشوف شو ايه هي شروطه. طيب لو انا بقى عندي عصب عرضي كده اهو، العصب العرضي ده هو لازم اعمل حسابه وانا برص البلوكات في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه الموازي. صح؟ فبدل ما كنت بقول ان المسافه الكبير دي هقسمها على 2 من 10، لا ده انا المسافه الكبير دي 2 من 10 ولازم اعمل حسابي في 10 سم مسافه للايه؟ للعصب الايه؟ للعصب العرضي هبقى عامل حسابي فيها. خلاص؟ الدايمنشن ده انت هترسمه حتى لو ما رشمتش، مش هترسم البلوكات كلها، يعني انت لما تيجي تشتغل هترسم لي ثلاث اربع بلوكات كده، بس لازم تديني الدايمنشن ده اللي هرص فيه البلوكات كلها، ولازم تديني الدايمنشن الثاني اللي هرص فيه الايه؟ البلوكات والايه؟ البلوكات والاعصاب. معايا ولا مش معايا؟ طيب. هنا عندنا الحاله الثانيه ان احنا في عندنا ايه؟ ثلاث اعصاب عرضيه. يبقى انا في الحاله دي هعمل حسابي ايه؟ في البلوكات زائد بقى مسافه ايه؟ 30 سم للايه؟ للثلاث اعصاب الايه؟ للثلاث اعصاب العرضيه. خلاص؟ القصه دي سهله ان انت تقدر ان انت ايه؟ تحسبها. طيب. هنا بنقول ان احنا نقدر نستعمل الهولو بلوك مع كمرات ساقطه او مع كمرات ايه؟ مدفونه. الهيدن بيمز او الكمرات المدفونه هي كمرات لها نفس عمق، لها نفس سمك الايه؟ لها نفس سمك البلاطه. ما كانتش ابليكابل قوي معانا في السوليد سلاب نظرا لان السوليد سلاب اصلا دخلتها ايه؟ قليله. فاي هيدن بيم في السوليد سلاب تيجي تحسبها ايا كان شكلها هتلاقيها ان سيف على اي حمل هي عليه، لان دخلتها ايه؟ قليله. لكن هنا الدخلات نسبيا كبيره، ممكن توصل معاك ل 30 سم او 35 سم، وكمان يبقى في عندك 10 سم ضغط التشطيب، هتقدر ان انت تقلب من الكاميرا الهيدن 5 سم كمان فوق دخلت البلاطه، فيبقى ليها نسبه جساءه مش قليله، وبالتالي تصميميا بتبقى مقبوله بتمشي ولو ان بيكون فيها نسبه حديد ايه؟ كبيره. خلاص؟ طيب الهيدن بيم دي بالنسبه لي هي كانها سوليد بارت للايه؟ للعصب واحنا شغالين، سواء كانت شايله في العصب او مش شايله، يعني سواء كانت هي سواء كانت الهيدن بيم دي، يعني لو احنا شفنا الحاله دي الهيدن بيم دي لو انا بعمل لودنج الاعصاب دي كلها راميه فين؟ ها؟ راميه على الهيدن بيم دي صح؟ وراميه هنا على الهيدن بيم دي صح كده ولا ايه؟ طيب في الحاله الثانيه هنا الاعصاب ماشيه ازاي؟ في اتجاه اكس، فهنا الهيدن بيم دي مالها؟ مش شايله حاجه من الاعصاب دي صح ولا ايه؟ ان الاعصاب راميه على الهيدن بيم اللي فين؟ اللي في الطرف شمال وايه؟ ويمين. خلاص؟ طيب. هنا بنتكلم على اشتراطات الكود اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه. ده القطاع النموذجي اللي احنا كنا راسمينه الصبح من هنا دلوقتي، وقلنا ان دخلت البلاطه دي كلها اتش زائد ايه؟ اتش زائد تي اس، التي اس ما تقلش عن 5 سم او اي على ايه؟ او اي على 10، البي 10 سم او تي على 3، والاي اقل من او تساوي 70 سم. طيب تسليح البلاطه اللي فوق دي 5 باي 6 ده التسليح اللي هو الموازي للاعصاب، 4 باي 6 ده التسليح الموازي للايه؟ للاعصاب، اللي هو الظاهر عندك في السكشن هنا كانه دايره، التسليح العمودي على الاعصاب 5 باي 6. حقيقة احنا بنستعمله 4 باي 8 و5 باي 8. مفيش 6، ما شفتش الحقيقة 6 مش 10 خالص. لا هو المفروض كده يعني. يعني على
لا الشرطه الواحده دي نورمال مايل ستيل مش هاي جريد. انا شفت فاي 8 هاي جريد بس ما شفتش فاي 6 الحقيقه خالص فاي جريد هاي جريد. هنشوف الكود بيقول ايه بقى على البلاطات السوليد الهولو بلوك واشتراطات العصب العرضي. الجدول ده بيدينا اشتراطات العصب العرضي. لو انا عندي السبان اقل من او يساوي 5 متر فبيقول لك ان انت ايه نو تروس ريب ريكوايرد، يعني انت مش محتاج انك تحط ايه عصب عرضي. خلاص حقيقه هي البلاطه بيني وبينك لو اقل منها او يساوي 5 متر لما انا هعملها سوليد سلاب انا ايه اللي هيخليني اعملها اصلا هولو بلوك؟ ماشي. طيب لو البلاطه اكبر من 5 متر والحمل الحي اقل من او يساوي 3 فبنعمل عصب عرضي واحد زي اللي شفناه في الاول رسم. خلاص لو البلاطه من 4 ل 7 واللايف لود اكبر من 3 هناخد برضو عصب عرضي واحد. لو البلاطه اكبر من 7 واللايف لود اكبر من لايف لود اقل من او يساوي 3 ايا كان بقى فهناخد ايه؟ هناخد 3 كروس ريب. فاللي اكتر من 7 حقيقة لما تلاقي بقى ان الكود بيقول لك خد 3 كروس ريب انت احسن لك اعملها بقى تو ويه. اعملها تو ويه ايه؟ تو ويه سلاب تو ويه هولو بلوك يبقى في عندك اعصاب في الايه؟ في الاتجاهين. ماشي الكلام؟ طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنشوف بقى تسليح العصب العرضي. نجيب الكود احسن علشان نشوف الكلام ده بالعربي. طيب 3 كيلو نيوتن والبحور اطول من 5 يجب ان تسبب البلاطه بعصب عرضي ايه؟ واحد. ده ترجمه الجدول اللي احنا قلناه من شويه. ويجب ان لا يقل القطاع والتسليح السفلي لهذا العصب عن التسليح بتاع الاعصاب الايه؟ الرئيسية ويكون التسليح العلوي نصف التسليح السفلي على الأقل. يعني أنت هنا العصب الرئيسي عندك هنا إيه؟ عندك هنا إيه إس خلاص؟ العصب العرضي التسليح السفلي بتاعه بيساوي نفس التسليح السفلي بتاع العصب الإيه؟ الرئيسي والإي إس داش ما يقلش عن نص الإيه؟ عن نص الإي إس. حقيقة إحنا بنحطه إي إس وإي إس داش متماثل. علشان العصب العرضي ده هو أنت ما تعرفش هو وظيفته إيه العصب العرضي ده؟ شيل الحين الافتتاح ايه وظيفه العصب العرضي؟ انا مش حاسبه اصلا انا بس انا ايه وظيفته؟ زي الكاميرا بيشيل الحمل في اتجاه هو بيحاول يربط الاعصاب اللي هي الرئيسيه كلها ببعضها على اساس ان لو جالك حمل مركز في اي نقطه من البلاطه ما يجيش بتركز على عصب واخواته اللي جنبيه ما يشيلوش معاه. يبقى العصب العرضي ده هو بيربط لك كل الاعصاب الرئيسيه عشان لو جالك حمل مركز في نقطة من البلاطة يبتدي يوزع الحمل المركز ده هو على الأعصاب الإيه؟ على الأعصاب الثانية، وبالتالي قد يحدث فيه عزوم موجبة أو سالبة، فإحنا عشان كده بنحط إيه إس داش مش قليلة، بنحطها نص الإيه إس وممكن تحطها إيه إس إيه إس كلها. طيب. إذا كان الحمل الحي بقى 3 كيلو نيوتن والبحور من 4 ل 7 بتحط عصب عرضي واحد، ولو البحور أكتر من 7 بتحط 3 اعصاب عرضيه وتكون هذه الاعصاب العرضيه بنفس الابعاد والتسليح المذكور فيما سبق. طيب البلاطات بقى لما تبقى 2 واي هنتكلم في النقطه دي ان البلاطه انا اللي بحدد انا هحلها 1 واي ولا 2 واي بغض النظر عن نسبه الاستفاضه. بمعنى ايه؟ بمعنى انك ممكن تجي لك بلاطه 6 في 6 وانت تحلها 1 واي. 6 في 6 لما تحسبها هتلاقي الارض كام؟ 1 صح؟ فلو هي سوليد سلاب هي هتشتغل ايه؟ 2 واي. بس لو انت عملتها هول بلوك هي هتشتغل على حسب اتجاه رص الاعصاب. لو انت رصيت الاعصاب في اتجاه واحد اصبحت البلاطه دي 1 واي. لو رصيت الاعصاب في اتجاهين اصبحت البلاطه ايه؟ 2 واي. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. لو انا جيت
احسب الكاميرا مثلا البلاطه دي 6 في 5 و6 في 5 وفي النص دي عندي هنا ايه؟ في عندي هنا هيدن بيم صح؟ اللي هي دي 3 دي. لو انا قصيت الاعصاب في اتجاه واحد يعني لو انا خدت الاعصاب هنا كده في اتجاه واحد البلاطه 6 في 5 صح؟ لو هي سوليد سلاب هتبقى 2 واي ولا 1 واي؟ هتبقى 2 واي خلاص. بس لو هي هولو بلوك هي هتبقى 1 واي او 2 واي تبقى الاتجاه كده بس الاعصاب. فلو رصيت انا الاعصاب في الاتجاه القصير فقط هيبقى الحمل كله رايح منين؟ رايح 1 واي على الايه؟ على الكاميرا اللي في النص والكاميرات اللي هي الثلاث كاميرات اللي هم الرئيسيين دول خلاص. لو رصيت الاعصاب في اتجاهين هقدر في الحاله دي ان انا توزيع الحمل هيبقى مش بهذا الشكل. هيبقى هتلاقي ان انت عندك ايه؟ هتلاقي ان انت عندك مثلثات وأشباه منحرفات زي ما كنا بنعمل اللود ديستريبيوشن السنه اللي فاتت. خلاص؟ طيب. هنا بقى انا بقى لما اجي احل لو شفنا الرسمه اللي قدامنا دي طبعا 5 في 6 دي انا كان ممكن من الاول اعمل ايه؟ اعملها 2 واي صح ولا لا؟ بس انا عملتها ايه؟ 1 واي. طيب لما حاجه زي كده انا اعملها 1 واي ولا 2 واي؟ لغايه 8 متر حل البلاطه 1 واي. لغايه 7 متر ونص او 8 متر تقدر تحل البلاطه 1 واي وتبقى معاك البلاطه حلها حل اقتصادي. خلاص؟ طيب اكتر من 8 متر الاتجاه القصير ابدا بقى افكر في ان انا اعملها ايه؟ او افكر ان انا اعملها 2 واي. طيب هو انا ما ينفعش تبقى البلاطه اقل من 8 متر واعملها 2 واي؟ انت ممكن تبقى البلاطه 6 متر وغصب عنك تعملها 2 واي. زي ليه بقى؟ لاني احيانا بتحكم انت في اتجاه رص الاعصاب عن طريق الكوابير. الكوابير بتحكمك بمعنى ايه؟ بمعنى شفت انت الكوابير ده بلاطه زي كده. البلاطه دي والبلاطه دي. البلاطه دي 6 وطالع منها كانتليفر كام؟ متر ونص من اليمين ومتر ونص منين؟ متر ونص من تحت. طيب الكابولي علشان تحله متصل مع الباكيه اللي قبله لازم العصب يكون مكمل فيه ومستمر. يعني هنا الكانتليفر ده في طالع هنا كانتليفر كاميرا؟ لا. طالع هنا كانتليفر كاميرا؟ لا. خلاص؟ يبقى دي علشان تتشال هتتشال عن طريق كانتليفر اكشن ما بينها وما بين الايه؟ البلاطه اللي وراها. يبقى غصب عني لازم الاعصاب بتاعتي تكون ماشيه ازاي؟ تكون ماشيه في الاتجاه الرأسي كده علشان العصب يقدر يستمر ويكمل ويشيل في الايه؟ ويشيل الكانتليفر صح ولا لا؟ طب بص على الكابولي الثاني. الكابولي الثاني هنا ايه اللي حصل؟ هو طلع هنا كابولي كاميرا وطلع كابولي ايه؟ كاميرا. خلاص؟ فانا هنا مش ملزم ان اخلي انا الكابولي العصب عندي ايه؟ ماشي في اتجاه اكس. ليه؟ لاني اقدر ان انا العصب ده احله زي ما هو حاله هنا كده سمبل رامي على الكانتليفر دوت ورامي على الايه؟ ورامي على الكانتليفر اللي تحت. وصلت المعلومه ولا ما وصلتش؟ فدايما او غالبا اتجاه رص البلوكات او اتجاه رص الاعصاب بتاعتك وقرارك في انك تحل المساله 1 واي ولا 2 واي ما بيكونش مرتبط بس بالاسبكت ريشيو، ما بيكونش مرتبط بس بالبلاطه طولها كام وعرضها كام. خلاص؟ لكن بيكون مرتبط بالاستاتيكال سيستم والكوابير اللي انت تقدر تطلعها من البلكونه او لا. وانا ينفع اعمل كانتليفر فور بلاكس؟ مش بيبقى عليه نيجاتيف؟ ليه حلو عليه؟ احنا لسه هنخش في المساله دي. هو انا ما قلتش ان الكانتليفر ما بيشيلش نيجاتيف خالص. يعني انا ما قلتش ان العصب ده ما بيشيلش نيجاتيف خالص. هو بيشيل لغايه حد معين. والحد دوت احنا هنشوفه دلوقتي هنحسبه. هنعرف نحسبه. خلاص؟ طيب.
اتمنى كده ان انا اكون عرفت اوصل القصه دي. طب تعالى بقى بص، لو هو هنا بص بقى الراجل نفس البلاطه دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها فوق بس انا عملتها تو واي، فايه بقى ايه اللي حصل؟ انا لما عملتها تو واي اصبحت قادر ان العصب بتاعي هنا ايه هو اللي يكمل في الاتجاه ده ويشيل الايه، ويشيل البلكونه، صح ولا لا؟ طيب هنا بقى انا اقدر الغي الكاميرا دي ولا ما اقدرش؟ ممكن الغي الكاميرا دي وممكن الغي الكاميرا دي، خلاص. انا بقى لو قلت لك في المساله الكاميرا دي مش موجوده، ها، يبقى انا اجبرتك انك تحل البلاطه اللي قبلها دي توي. انا مش معايا يعني في المساله، لو جات لك المساله الكاميرا دي مش موجوده، فانت علشان تحل لي تعمل لي كونتينيوتي ما بين البلاطه وما بين الكانتيليفر غصب عنك لازم تمشي الاعصاب في اتجاه اكس، خلاص. طيب هنا ما عندكش كاميرا موجوده، صح؟ فبرضه لازم تمشي الاعصاب في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي. يبقى انا همشي اعصاب في اكس وواي، يبقى خلاص البلاطه دي غصب عني هتبقى ايه؟ هتبقى تو واي، خلاص. لكن لو انا حطيت لك الكاميرات، الكاميرتين دول لو انا حطيتهم لك، فانت تقدر ان انت ايه؟ تحلها نفس الحل اللي هو في الرسمه اللي فاتت، انك تخلي الايه؟ انك تخليها وان واي في الكابولي بهذا الشكل. طيب دي البدائل اللي انت لازم دايما تشغل مخك فيها وتشوف انت هتحل المساله ازاي. ده الجدول بتاع توزيع الاحمال اللي احنا هنشتغل بيه في الهولو بلوك. الهولو بلوك احنا اتفقنا ان احنا هيبقى عندنا كاميرات ساقطه او كاميرات ايه؟ او كاميرات مدفونه. طيب في توزيع الاحمال بقى في اللي احنا بنتكلم على التو اي دلوقتي، لو انا جاي عايز اوزع الاحمال في اتجاه اكس والاحمال في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي، هنعمل دبليو الفا ودبليو بيتا زي ما عملنا في ستوري سلاب. الجدول اللي هنستعمله اسمه ايه؟ الجدول بتاع ماركوس. لو بتبص على جدول ماركوس هتلاقي توزيع الاحمال فيه الفا وبيتا بياخدوا تقريبا 0.4 و0.4 تقريبا 0.39 و0.39، ده لو البلاطه لو الارض واحد، خلاص. والباقي راح فين؟ راح في التورشنال ريزيستنس، ماشي. طبعا التورشنال ريزيستنس في الهولو بلوك اقل شويه من الايه؟ اقل من السوليد سلاب، ولكن يظل موجود التورشنال ريزيستنس طالما وجدت كاميرات ساقطه. طالما وجدت كاميرات ساقطه لها ريجيديتي او لها ستيفنس كبيره، فهيتولد عندك تورشنال ريزيستنس، خلاص. طيب لو انا عندي بقى كاميرات مدفونه، الكاميرات المدفونه دي يعني ما اقدرش اقول انها ايه؟ انها ريجيد سبورت كاميرا مدفونه، لان تخانتها نفس تخانه الايه؟ البلاطه، فما اقدرش اعتبرها ريجيد سبورت بالنسبه للبلاطه، وبالتالي مش هقدر اعمل توزيع احمال بتورشن ريزيستنس زي ما انا شغال في الايه؟ في الكاميرات الايه؟ في الكاميرات الساقطه. طيب الجدول ده يشترط فيه ان انت لغايه لايف لود 500 كيلو على المتر المربع. 500 كيلو فما فوق هنشتغل بجدول ثاني، هو جدول جراشوف. جدول جراشوف هتلاقي اهمل التورشن ريزيستنس تماما، هتلاقي الفا وبيتا مجموعهم كام؟ مجموعهم واحد، خلاص كده. يبقى تيبل 2.5 ده الفا وبيتا فاليوز من تو واي هولو بلوك ويز هاي لايف لودز. اللايف لودز الايه؟ العاليه. هتلاقي هنا ان هو اهمل تماما الايه؟ التورشن ريزيستنس. ولما اهملت انت التورشن ريزيستنس صارت الهولو بلوك مش اقتصاديه قوي، يعني لان انت في الحاله دي ده اللي احنا قلناه من الاول خالص، ان في اللايف لودز العاليه انت مش هتعرف تستعمل الايه؟ الهولو بلوك دي، لا ليها ميزه اقتصاديه، وفي نفس الوقت هتبقى زي ما قلنا ممكن البلوكات تقع زي ما قلنا في من الديناميك لودز. طيب عاوزين بقى نخش على الديزاين اوف سيكشن. تعالى بقى اما نبص انا هصمم ايه. احنا كنا بنصمم السوليد سلاب ار سيكشن، وهي فعلا ايه؟ وهي فعلا ايه؟ ار سيكشن. تعالى بقى اما تشوف الشكل اللي قدامنا ده ونتكلم على تصميم الاعصاب. نتكلم على تصميم الايه؟ تصميم الاعصاب. لو انا رسمت البني جوين دايجرام هيبقى عامل ازاي؟ خلاص، وانا خط قطع كده اهو،
في عندي عزوم وجبه في منتصف البحور وعزوم سريده فوق الركائز، صح الكلام؟ نقطه قوه الهولو بلوك في العزوم الموجبه، في العزوم السالبه عندها نقطه ضعف. ليه بقى؟ تعال شوف الرسمتين اللي تحت دول. في العزوم الموجبه العصب شغال معاك ايه؟ دي سكشن صح؟ الكومبريشن فلانج شغاله معاك وشايله الكومبريشن خلاص. لما اتجاه العزم بيتقلب هتبص تلاقي ايه؟ اللي اشتغل معاك هنا ايه؟ الحته الصغيره دي اللي هي الايه؟ اللي هي الار سكشن. طيب ده يرجعنا لسؤال، ما هي الكباسيتي بتاعت القطاع؟ ما هي الكباسيتي بتاعت الايه؟ القطاع. ايه الكباسيتي بتاعت القطاع دي؟ اللي هي الام التمت ماكسيمم. الام التمت ماكسيمم اللي يقدر القطاع ان هو ايه؟ ان هو يشيلها. المعادله دي انتوا اخدتوها السنه اللي فاتت. ار ماكس في الايه؟ بي في الدي في البي في الدي تربيع تربيع على الجاما على الجاما سي على الجاما سي في الايه؟ في الاف في الاف سي تربيع ار ماكس دي بنجيبها منين؟ من الجاما ولا ايه؟ نسبة الحديد. أيوة. تعالى افتح الكود. بتساوي R maximum في F C U في D في D سكوير على الجاما C والميو maximum A S maximum على A B في D. طيب. R maximum ده بقى بنجيبه من الجدول اللي هو كام؟ 4-1 ده اللي هو كان أنا فاكره 0.194 للحديد 360. ده لو انت عملت ريديستريبيوشن، ده لو انت ما عملتش ايه؟ ده لو انت ما عندكش كومبريشن ستيل في القطاعات المسلحه جهه الشد فقط، الار ماكسيمم ونسبه صلب التسليح القصوى الميو ماكسيمم. فاحنا عندنا الحديد عندنا 360 او 300 او 400 خلاص؟ فالار دي مع 360 كانت 0.194، دي هتبقى 0.198 لو احنا بنشتغل حديد 350. 0.187 لو بنستعمل حديد ايه؟ 400 ودي نسب التسليح القصوى. طيب. فانت هنا مشكلتك بقى ايه يا ريس؟ في الاخر مشكلتك في قيمه البي انها ايه؟ انها صغيره. غالبا لما هاجي اعوض عن البي دي الاقي ان الام اوتبوت ماكسيمم هنا قيمه اقل من الام اوتبوت اللي موجوده عند الكريتيكال سيكشن. فانا عند الكريتيكال سيكشن اللي هنا ده هيبقى عندي مومنت كبير، ده الام اوتبوت ماكسيمم ده الام اوتبوت ماكسيمم اللي انا ايه هحسبه من المعادله واللي بيترجم لي قدره هذا القطاع بالشكل ده على ان هو يشيل الايه العزم. يبقى الام اوتبوت ماكسيمم ده هو العزوم القصوى اللي يقدر القطاع ان هو يشيلها لما يكون بهذا الشكل. طيب هنا هبص الاقي بقى ان انا في عندي جزء كده فوق الام اوتبوت ماكسيمم مش متشال صح؟ لا. اذا القطاع في الحته دي مش هينفع. الحته دي اللي هي فين؟ الحته دي اللي هي من اول هنا لغايه هنا. الحته دي كده العزوم فيها الجزء الاسود ده اللي فوق اكتر من الايه؟ من قدره القطاع ان هو يشيل العزوم، وبالتالي لازم اغير شكل القطاع في الحته دي. اغير شكل القطاع ازاي؟ اعمل ما يسمى بالسوليد بارت او المنطقه اللي ما فيش فيها بلوكات، بشيل منها الايه؟
بلوكات. ايه بقى السوليد بارت ده؟ السوليد بارت ده لما انا هاجي هنا هلغي البلوك اللي كان موجود هنا والبلوك اللي كان موجود هنا، هشيلهم واصب مكانهم ايه؟ خرسانه. انا لما اصب مكانهم خرسانه هيبقى الجزء المعرض للضغط بقى بكام؟ بكل العرض ده. يعني لو كان عندي شريحه عرضها 1 متر فيها عصبين خلاص؟ يعني دي شريحه قدامك، دي شريحه عرضها 1 متر فيها عصبين، الجزء المعرض للضغط هنا هو ال 1 متر كلهم. الجزء المعرض للضغط هنا هو ايه؟ هو عرض ال 1 متر كله، البي هنا ب 1000 ملي صح؟ لكن البي هنا بكام؟ 100 و100. فانا لو حاسب العزول للمتر هحط البي هنا بكام؟ ب 200. عند النيجاتيف هحط البي بكام؟ ب 200. ب 200 اللي هم عرض العصبين خلاص؟ او 240 اللي هم عرض العصبين او العرض او العرض العصب 12 مثلا يعني خلاص؟ طيب هيبقى سيف؟ هيبقى ان سيف. طب اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ في الجزء اللي هو قريب من الركيزه انا مش بوصل البلوكات لحد الركيزه، انا قبل ما اوصل للجزء اللي هو فيه العزوم الكبيره دي بشيل جزء من البلوكات بحيث ان المنطقه اللي قبل الركيزه دي تبقى كلها ايه؟ تبقى كلها خرسانه وتبقى سوليد بارت. المره الجايه هنشوف ازاي نحسب بالظبط عرض السوليد بارت دوت قد ايه. خلاص؟ طيب فيبقى الفكره هنا ان احنا لما نيجي نصمم بقى هنصمم على البوزيتيف مومنت. لما هاجي اصمم على البوزيتيف مومنت هحط بقى عرض البي بكام؟ دي بتساوي سي واحد جذر ام التيميت على اف سي يو في الايه؟ في البي. في البوزيتيف مومنت البي هتساوي كام؟ لو انا بحسب احنا هنشتغل، احنا بنشتغل على العصب ولا على المتر؟ كده ينفع؟ وكده ينفع. يعني لو انت حاسب اللود بالمتر المربع تقدر تطلع العزوم، هتطلع العزوم معاك بالمتر الايه؟ العزوم لشريحه عرضها 1 متر. خلاص؟ لو انت حاسب اللود للعصب وجيت حسبت العزوم يبقى العزوم طالع للايه؟ للعصب. طيب انا هحسب اللود بالمتر المربع واحسب العزوم وبعدين هقسم العزوم على عدد الاعصاب في المتر. لو كان عندي عصبين مثلا قسمت على 2 يبقى انا كده العزوم طالع لي للايه؟ للعصب. اقدر بعدها اكمل واحسب الاريا ستيل للعصب، او ان انا ما اقسمش على 2 واحسب العزوم للمتر واطلع الاريا ستيل للايه؟ للمتر. وبعد ما اطلع الاريا ستيل اقسم على 2 فيبقى انا الايه؟ الاريا ستيل هتطلع نفس هي هي خلاص؟ طيب هنتكلم دلوقتي لو انا شغال للعصب. لو انا شغال دلوقتي للايه؟ للعصب. وانا عندي تي سيكشن فهيبقى البي بتساوي بي زائد ايه؟ بي زائد اي. لان هنا التي سيكشن هياخد نص الاي من اليمين ونص الاي من ايه؟ من الشمال، فيبقى البي كلها اي زائد ايه؟ اي زائد بي. ده في البوزيتيف. في النيجاتيف هتحط البي بكام؟ ببي بالقيمه بتاعتها اللي هي ايه؟ اللي هي بي. لما تيجي تحطها تلاقيها ان سيف هتعمل ايه حضرتك؟ هشيل بقى البلوك اللي هو كان واخد نص اي من هنا وكان واخد نص اي من هنا هشيله وهصب كل دوت ايه؟ كل دوت هيتصب ايه؟ خرسانه. فبالتالي هرجع البي تبقى بي، تبقى بي زائد ايه؟ تبقى بي زائد ايه؟ بي زائد اي. وبالتالي ما يبقاش عندي مشكله في الكومبريشن. خلاص؟ هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله المره الجايه بالاطوار. خلاص في اي اسئله في الكلام ده؟ طيب